عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله الكل بخير. اليوم رايحين نحضروا بكيلو سردين زوج اطباق، ومباشرة نروحوا نشوفوا المقادير. نجيبوا اناء نحطوا فيه خبز مرحي لاشابلور، ونحطوا معها ثوم رحيناها ومعدنوس بيضة، ونخلطوا كل مع بعض. ضفنا الزنجبيل، وهنا زدنا راس الحانوت، وزدنا بصلة مرحية، ونخلطوا كلش مع بعضهم. نزيد هنا بيضة، لأن الكمية تاع الخبز اللي حطيناها كانت كمية كبيرة. نتوما حطوا كاس صغير باش ما يضيع لكمش بزاف، وخلطوا كلش مع بعض. نجيبوا هنا السردين اللي كنا غسلناه ونظفناه ونحينا له الشوك تاعو، وجيبوا البلا اللي نحطوه يطيب في الفرن. نبداو نجيبو سردين والحشو تاعنا اللي حضرناه مع بعض، نزيدو تانية سردينة تانية فوق بعضها. بهذه الطريقة نشكلو جميع الكمية. طماطم صغيرة قطعناها على نصف وحطيناها في الوسط للتزيين، وديت طلقنا شوية تاع الجي تاعها، وزدنا زيت الزيتون فوقها، ونحطوه في البلا اللي في الفور يطيب اللي كنا سخناه، ما يطولش 10 دقايق فقط ونخرجه. نروحوا الوصفة الثانية. عندنا السردين مرحي، بصلة مرحية، عندنا معدنوس قطعناه، ثوم، بيضة، توابل، عندنا الفلفل الحلو غسلناه ونظفناه مليح، وعندنا لاشابلور. نروحوا لطريقة التحضير. نجيبوا السردين ونضيفوا عليه البيضة، نزيدوا توابل اللي هي الفلفل، كمون اللي هو اساسي للحوت ولا السردين، زدنا حذفنا معدنوس، وهنايا الثوم نربيوه، ونزيدو نضيفو لاشابلور ثاني، ونخلطو كل شيء مع بعض، نمعسوهم كيما نقولو. ما خلطنا نجيبو الفلفل، نعمروهم ونستفوهم في البلاطو بهذه الطريقة. بعد ما خلصنا عمرنا الفلفل وستفناه في البلاطو، نضيفولو شوية تاع الزيت ونديوه للفور يطيب اللي كنا شعلناه من قبل. بعد
ما خليناه 4 ساعه في الفرن، حطيناه في صحن التقديم وجبنا اون صوص وبقالي شويه تاع السردين، حطيتهم درتهم دي بول صغار ودرت لهم بصله وطماطم وتوابل ودرت اون صوص طوماط وحطيناها سربيناها فوق الفلفل اللي طيبناه الاول. وهي الصحن حطيناه في صحن التقديم. هذه هي النتيجة النهائية، عندنا بكيلو سردين درنا وصفتين. ما تنسوش تشتركوا في القناة وديروا جام، وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله.